السلام عليكم. اليوم جايب لكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع نهاية سيرفرات مدليس. مثل ما شفتوا أو مثل ما قريتوا، فورتنايت ألغت أو وقفت سيرفرات مدليس. وش السبب؟ ما ندري، لكن صارت في مشكلة وألغوها. قالوا إنه بتاريخ 9 ألغت، وهذا المقطع مصور بيوم 9 بالضبط، اللي هو آخر يوم للسيرفرات. ما أدري هل بيكملون إلى كم يوم، ما أدري صراحة، بس غالبا إنه بتوقف السيرفرات. أعتذر على القطع لعشر أيام تقريبا إلى 11 يوم، لكن خذيت لنفسي إجازة، إجازة العيد، زاد إجازة نفسية كذا جددت فيها نفسيتي وكذا عشان أرجع لكم مقاطع أفضل، ما إنه ما في محتوى حاليا. عموما المقطع كان عبارة عن في بداية أرينا، بعدين أقيام عادية كانت مع موري، ما عنده قناة ولا شيء. اللي يبغى منكم إذا عجبكم مقطع لايك، واعتذر هالمقطع ما في فيس كام، لكن يوم أصور المقطع يعني مجهز الفيس كام وكل شيء، بس ما صورت، ما بديت تصوير، اعتذر على هذا الشيء. وبس خليكم مع المقطع، إن شاء الله تستمتعون. يعني طورة يا شيخ، وش ذا؟ والله رشني رش، أنا شايف اللي في غرفة بس سمعت واحد يسار. تعال باقي عيني فنشة مرة شد يا أسطورة. وش يعني ما أقتل بيكاكس؟ رايح له أوه قدامي هنا علينا هانتر. ها هو تحت الحين اثنين من نطلق عليه طلعوا طلع على الأول. لا بيطلع ثاني هذاك اعطيته 100 نوك الأول يا عيني اهو عشان يجي عندي عندك؟ ما معي علاج واحد داون مين؟ عم جيت وياه يقطع من الطب اثنين زارة دوري سلاح تجاه هذاك ركز عليه فوق البيت هنا هنا, هنا 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 ورا هذي بنفسجية يا ساتر كلهم واحد فوق البيت واحد فوق البيت عطيت مية يا ساتر ما شوفه 190 يساري هنا ها بخش عليه تخليك على هذا مكسور هذا اليمين بيت الاول يعني ثاني نايت شتكن الله في 50 عندي نايت اثنين كلهم عندي ها طيحته عندك واحد بس في واحد قاعد يكسر ترى انزل حال ما معي مارك كثير انزل زون اتحرك الزون انا والله اني طلقت تكفى يا الله قد اقسم بالله اني طلقت بس هنا انا فوق اجي يعني يعني وينهم؟ هذا وين؟ اصطادني فين هنا وش تلسلح يا شيخ؟ وراي بالضبط حطيت 21 مرتين عندي الثانية درعة ابيض 21 داون ما مال الخشب ما مال 300 بس وارد مش في الزون قدامنا شوف هذا هو نفسه بص ترى بعيد ها تراني بعيد 79 اللي ورا جاك فوق افقع بالشكوير تكفى ترى في واحد ورا المبنى حقنا وين راح فوقنا تشيل ده اوكي واحد قاعد يلزمني من برا وات لي 150 تعمق بصمه والله اسمع هيا درعك على طول بهيل معك مارد سكويب خلينا نفقع ولا نحط لانش ما لانش بحط واحد لانش انا
كيف؟ هنا في ناس ها؟ على ذا ولا في... ما ادري النبي موارد واحد بس خلينا نخش عليه خلينا نخش عليه اثنين 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 30 تراك خاش عليهم بالضبط انت صرت شيل ده قاعد يشرب شيل أمه فني الله القهر مت من الزون أنا والله تقدر خذ شكوفات الآن الزون بدأ لا تعد شكوف روح هذا واحد هنا هذا سيزن 4 ما أقولك جي جي مشكلة شوف أسلحتي ضدك ستة كله سماشين تسمع شو البيت رجال واحد اخي المكان 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 سك على نفسك يخذ هاي رجال عيني عيني يا ليم قطع 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 مو صح مو صح ما يطلع ذي تحتي بس اوه وش هذا وش هذا عيني عيني سوي ذا شكرا ثاني ولك العين حلو حلو شبكت بناية عيني معك الهاي ماردك 500 اثنين ضد اثنين شاف شاف بناية رجال ما ابغى انزل عليه ثلاثة حلو نايس 1 في 1 تارك تحت امشي مجنون زبده في فايت هنا نو سكوب نو سكوب اوكي في واحد راي يطلق شفته 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 داون 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 نركب معاهم بعدين ننزل بعدين ننزل ايه ولا ندينا شيله بس ذبح نفسه وات ذبح نفسه تاتا تاتا قومني قاعدين يطلقون عليه بموت بموت قومني والله في واحد ثاني طيب شو اسوي في ثاني في ثاني بس يا بوي نفس التركيز المسيره الرحيمين مدري يسار يسار عكس الاتجاه في ناس في ناس هنا داون وش ذا يجيك بالسيف ترى قوي 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 عطيته بس يلا 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 ما في وقت ما في وقت تحت الرف هنا هنا بالشجر هنا هنا بالشجر هنا شفته اوه اوه مرق ما شاء الله ما شاء الله ليه 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 بكسر ها شو يبغى يسوي هو الحين مع انه بنا ما ادري ايش صار بس اوكي يجي